جينا اليوم باش نحضروا في هذا اللقاء الدراسي حول الحصيلة ديال المجالس كلها ديال المملكة، وبالأخص اللي كترأسهم العدالة والتنمية. فعلا كان هناك آراء، كان هناك مداخلات من طرف رؤساء ديال المجالس، ففعلا كانت مشاورات، كانت هناك في تبادل التجربة اللي كي يقودها الحزب في هذا المسار هذا، وبالأخص حول هاد الفترة الانتقالية ديال المجالس الإقليمية بالأخص في المملكة، وفي هاد القوانين التنظيمية اللي جات هاد السنة هذه. فالحمد لله كانت حصيلة جديدة مشرفة بالنسبة للأقاليم اللي دازوا قبل مني. فهاد الشيء هذا كيعود أولا العمل الجاد ديال هاد الناس والمصداقية ديالهم، وفعلا إطار ديال التشاور وديال التشارك مع جميع الفئات السياسية اللي موجودة داخل العملات. وجاتنا أولا مناسبة الأخ الأمين العام اللي حضر معنا في هذا اللقاء، وكانت فرصة جيدة اللي عطانا النصائح ديالو، بالأخص النصائح ديالو فيما يخص أولا المصداقية والعمل الجاد ديال المجالس كلها ديال المملكة. وحنا كما كيقول هو، حنا جينا اولا النيه، خصوصا نجدوا النيه ديالنا في العمل، لان ماشي ضروري باش غادي نكونوا منتخبين او ماشي منتخبين، ولكن النيه ديال العمل جينا على اساس باش نخدموا هاد الفتره ديالنا ان شاء الله ديال الانتدابيه ديالنا خلال هاد السنوات. وكنتمنوا الاخوان كلهم على صعيد المملكة، سواء كانوا في الحزب العدالة والتنمية أو في أحزاب أخرى، باش يأخذوا نفس النهج، نفس العمل اللي غادي يقوموا به الحزب ديال العدالة والتنمية. وشكرا.